انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والرئيس السيسي يؤكد أن الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجه الدولة. نيابة عن الرئيس السيسي، مدبولي يطرح رؤية مصر حول التغير المناخي بالقارة الإفريقية خلال قمة نيروبي. قبيل انطلاق أعمال الحوار السياسي العربي الياباني الثالث، وزير الخارجية يلتقي نظيره الياباني ويؤكد اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين. الرابعة مساء في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، بكم في بانوراما إخبارية شاملة على شاشة النيل للأخبار، ونبدأ بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الزيادة السكانية واحدة من أخطر القضايا التي تواجه الدولة، وأضاف أن تكلفة البنية الأساسية في مصر خلال السنوات الماضية بلغت 10 تريليونات جنيه. جاء ذلك خلال افتتاح السيد الرئيس فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعقد تحت شعار سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 شخص من مصر ودول حول العالم. المشكلة دي في بلدنا مصر من المشاكل الكبيرة، واللي كانت سبب كبير من أسباب التحديات اللي احنا قابلناها على الأقل في 2011. هو الناس خرجت ليه في 2011؟ خرجت حاسة ان الدولة لا تستطيع ان تقدم لهم المطلوب، لكن ما حدش كان واخد باله ان الدولة ما قدرتش تقدم لهم المطلوب، مش عشان هي مش قادرة، آسف، مش عايزة تديهم او اي حاجة تانية، لا، ده هي قدرات الدولة لا تستطيع ان تلبي لهم ذلك. بدليل النهاردة انت اتكلمت على ان خطتنا خلال السبع ثمان سنين اللي فاتت تكلفت في البنية الأساسية 10 تريليون جنيه. كتير مننا بيعتقد ان المبلغ ده ما كانش ممكن ابدا، ما كانش مفروض ينفق على البنية الأساسية اللي فضلت متوقفة او معدلات نموها لا تستوعب النمو السكاني، والناس عاشت على كده سنين طويلة وهي مش عارفة ان اللي احنا فيه ده وضع غير طبيعي. وقد شدد الرئيس على أن التغيير في مصر لن يتحقق إلا من خلال عمل الدولة والمواطنين معا من أجل تنظيم قدرة الدولة على عدد سكانها لتقديم الرعاية المطلوبة لهم. التغيير في مصر هيتحقق بأن احنا كلنا كمواطنين وحكومة وقيادة تعمل سويا بفهم ووعي من أجل تنظيم قدرة الدولة دي على عدد سكانها، لكن مش أبدا بأن أنا أقول إيه، طيب زي ما حصل كده في 2011 طب نعمل ثورة ويترتب عليها ان الدولة اللي هي بتقن اساسا تخسر 400 مليار دولار عشان فهي في احوج ما يكون لكل دولار فيهم. الله، احنا بنتكلم في النمو السكاني هنا وانت بتتكلمني في حاجة تانية؟ لا لا لا، ده الاتنين في ارتباط بينهم تماما، لان لو ما كانش العدد الكبير ده موجود خلال الفترة ديت ما كانتش الناس حست إن مفيش صحة كويسة، مفيش تعليم كويس، مفيش تشغيل كويس، مفيش دولة مش قادرة تقدم الرعاية الحقيقية لمواطنيها. أكد الرئيس السيسي أن الدولة تمكنت رغم قلة الموارد من الصمود في وجه التحديات مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أزمات في سلاسل الإمدادات. فأنا بس عايز أقول لينا كلنا، حتى للضيوف اللي موجودين معانا هنا من كل العالم اللي موجود معانا، عشان يعرفوا مثلا إن الدولة المصرية ديت رغم كل التحديات اللي بيتكلم عليها الدكتور خالد قادرة تصمد في مواجهة أزمات زي كوفيد 19، زي الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار وتعقد سلاسل
يعني الامدادات اللي بتيجي سواء كان للسلع او لكده او بتكلفتها. وقد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي برئاسة المجلس القومي للسكان، وقال الرئيس ان المجلس القومي للسكان يحتاج الى قوة دفع اكبر ليتعزز دوره في هذه المرحلة القادمة حتى يتحقق شكلا من اشكال النجاح وان يكون رئيس الوزراء مسؤولا عن المجلس. وفي مداخلة خلال جلسة السكان ومستقبل الرعاية الصحية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، أكد الرئيس قدرة الدولة المصرية على مواجهة وتجاوز التحديات التي تواجهها، وأن الدولة عملت خلال العشر سنوات الماضية للتغلب على الفرق الكبير بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي. الجهود اللي قامت بها الدولة خلال الثمان تسع سنين اللي فاتوا، رغم كل التحديات اللي مرت على مصر في العشر سنين دول، لكن أقدر أقول لكم إن إحنا بذلنا جهد كبير جدا، مش احنا كقيادة او كحكومة، لا كدولة مصرية بشعبها، كانت فاهمة ومقدرة التحدي اللي موجودة قدامها، واشتغلت خلال العشر سنين دول بشكل يعني متسارع للغاية في كل المجالات من اجل ان هي تتغلب على الفرق الكبير بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو اللي احنا عايزين نوصل لها. وحطت الدولة، ويمكن احنا موجودين النهاردة هنا في العاصمة في المكان ده، يمكن كتير من السادة الضيوف ما يعرفوش ان ده كان جزء من فكرة متكاملة للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق لمستقبل افضل لصالح مجتمعها. ال 24 مدينة اللي دكتور خالد بشكل او باخر اتكلم عليهم، هو كان عبارة عن تقدير للموقف للنمو السكاني في الدولة المصرية، وقد ايه ان احنا محتاجين نخرج خارج النطاق الضيق للدلتا اللي احنا عايشين فيها. وعلى هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية للمعرض الطبي، حيث استمع على شرح تفصيلي من وزير الصحة والسكان دكتور خالد عبد الغفار عن مكونات المعرض الطبي للمؤتمر العالمي. وقد أكد وزير الصحة والسكان دكتور خالد عبد الغفار أن القضية السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني، فهي تعرقل كافة جهود التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. إن مشكلة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في مصر في الحاضر والمستقبل، حيث أنها تعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادي وتلتهم كافة عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالي مستوى معيشتهم، وسبب في ذلك يرجع إلى عدم وجود توازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني. إن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية ومواكبة زيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة، وعلى العكس من ذلك فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين سيساهم في خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكاني، وذلك عن طريق الاستثمار في تطوير رأس المال البشري حتى نضمن الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد.
أهدى وزير الصحة والسكان دكتور خالد عبد الغفار الرئيس عبد الفتاح السيسي نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان 2023-2030. وقال وزير الصحة أنه تم إعداد الاستراتيجية في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ودستور جمهورية مصر العربية والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي تبني محاوره على التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي والتحول الرقمي. أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة هالة السعيد لأنه رغم جهود إبطاء معدلات الإنجاب خلال السنوات الأخيرة إلى أن الزيادة السكانية تستمر في الضغط على الموارد وجهود التنمية. رغم الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب، وده حصل بالفعل، إلا أن إحنا لما وصلنا لعدد كبير بقت الزيادة كل 10 سنين حجمها أكبر. يعني إحنا في 10 سنين الأخرانية زدنا قرابة 25 مليون نسمة. ده بيؤدي إلى ضغط شديد جداً على الموارد، وبيؤدي أيضاً إلى ضغط شديد جداً على جهود التنمية. ممكن. النقطة الثانية المهمة اللي ترتبط بقضية التنمية مش بس العدد، ولكن أيضاً الهرم السكاني. التركيبة السكانية شكلها إيه؟ كل ما زاد عدد السكان كل ما عدد الأطفال في الدولة بيزيدوا، ودي النقطة يمكن اللي أشار إليها دكتور خالد في العرض بتاعه. إحنا كل فرد، إحنا محتاجين كل فرد يبقى في المجتمع، يبقى فرد صحته كويسة، متغذي تغذية كويسة، يبقى منتج. الأشخاص الذين يقومون على الإنتاج في مصر هم تقريباً كل 100 شخص بينتج وبيشتغل عشان يصرف ويوفر احتياجات 60 أو 61 شخص آخر. ده بيقلل من متوسطات الدخل، بيقلل من متوسطات الادخار، وبيقلل من متوسطات الاستثمار على مستوى الدولة. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023. يناقش المؤتمر قضايا السكان والتنمية مع وضع خطط للارتقاء بجودة حياة الإنسان، وذلك بمشاركة صناع القرار في قضايا السكان والصحة والتنمية محليا وإقليميا ودوليا. يشارك في المؤتمر وزراء الصحة والسكان من مختلف دول العالم والهيئات الدولية الشريكة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وكيانات مصرفية ونخبة من ممثلي المجتمع المدني. يأتي المؤتمر تجديدا لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتأكيدا لجهودها المبذولة في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية. يعتبر المؤتمر بمثابة منصة حوارية عالمية لتبادل الخبرات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية. كما يعد المؤتمر نقطة فاصلة في خطط العمل بالقضية السكانية، ويتوقع أن يضع برنامج عمل تتبناه كل القوى المشاركة بما يكفل فعالية التنفيذ تجاه قضايا السكان. يقام على هامش المؤتمر معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي. دكتور سيد برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك. بدايه كده دكتور، طبعا نتحدث عن المؤتمر السكاني الهام. الحقيقه المؤتمر السكاني ليس فقط قضيه سكانيه او قضيه مرتبطه بالصحه اطلاقا، لكن هي ايضا بالاساس قضيه مرتبطه بالاقتصاد، لان الزياده السكانيه بشكل متواليه هندسيه كما قال احد العلماء السابقين بان المتواليه الهندسيه تلتهم الاقتصاد بشكل واضح جدا من الدول، في ظل أن الغذاء يزيد بمتوالية عددية عادية. فطبعا هناك فرق واضح جدا ما بين المتوالية الهندسية والمتوالية العددية. بالتأكيد طبعا مشكلة السكان من المشاكل اللي بتلتهم طبعا عملية النمو بشكل كبير جدا، ولكن أعتقد أن الدولة المصرية بتولي اهتمام في عملية تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية خلال الفترة المستقبلية وعملية الاستثمار في البشر، لأن الاستثمار في البشر هو عنصر مهم جدا من عناصر
الإنتاج وكيفية زيادة القدرة الإنتاجية وكيفية بناء الدولة وعملية التنمية الاقتصادية بشكل كبير جدا، وإزاي إن احنا الفترة اللي جاية يكون هناك تحسن في مستوى الخدمات وتحسن في مستوى أو مؤشر جودة المواطن بشكل كبير جدا. الدولة المصرية هناك تحديات كبيرة جدا في عملية الزيادة السكانية بشكل كبير، واعتقد هيكون هناك حلول من هذا المؤتمر في كيفية يعني تقليل عملية الإنجاب خلال الفترة القادمة حتى لا تلتهم أو تنفجر الزيادة السكانية في عملية القضاء على التنمية الاقتصادية وكذلك النمو الاقتصادي. أعتقد هذا الملف مهم جدا أيضا من ناحية القطاع الصحي، لأن الدولة المصرية أصبحت نموذج مهم جدا في دعم القطاع الصحي بشكل كبير جدا، وده يمكن خلال الفترة الأخيرة، وإزاي كيفية القضاء على العديد من الأوباء بشكل كبير، وإزاي نقدر يعني نستثمر تلك التجربة في نقلها إلى العديد من الدول الخارجية وكذلك في جذب الاستثمار. أعتقد أن المؤتمر هيكون فرصة جيدة جدا لترويج الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ومدى ما حققه من مشروعات مهمة خلال الفترة القادمة على مستوى جميع القطاعات، سواء القطاعات الصحية أو القطاعات الاجتماعية، وإزاي أن مصر قادرة على تذليل أي معوقات تواجه عملية تحقيق التوازن في المشكلة السكانية وكيفية القضاء على تلك المشكلة خلال الفترة المقبلة. نعم. طيب دكتور، أيضا الحديث يدور عن محاولة إيجاد حلول حقيقية لتقليل عدد السكان بشكل واضح خلال الفترة القادمة، وقلة المواليد ربما هو الحل الأمثل في ذلك، لأن هناك الحقيقة زيادة سكانية والدولة تعمل جاهدة لخفض الزيادة السكانية لأنها تلتهم كما ذكرنا الاقتصاد بشكل واضح جدا وتعرقل جهود التنمية خلال الفترات القادمة. بوجهة نظر حضرتك كخبير اقتصادي، ما هي الحلول اللي يمكن وضعها حتى تتناسب مع الوضع اللي نحن فيه الآن من الجانب الاقتصادي مع كثرة المواليد ومحاولة إيجاد حلول اقتصادية حقيقية لم يحدث الآن على أرض الواقع؟ بالتأكيد طبعا من ضمن الحلول هي تقليل عملية الإنجاب خلال الفترة القادمة، وده جزء مهم جدا من انخفاض معدل السكان. أيضا وضع سياسات جديدة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني اللي دي مشكلة كبيرة بتواجه الدول. أعتقد هي الحل الأساسي هو تخفيض معدلات النمو السكاني، لأن طبعا ده بيؤثر على فرص الاستثمار وفرص النمو بشكل كامل، وبيأثر على العديد من يعني الأهداف الاستراتيجية اللي هي الرعاية الصحية اللازمة لكل المواطنين خلال الفترة القادمة. لازم يكون هناك تعاون وتكاتف من جميع مؤسسات الدولة حتى يكون هناك توازن في عملية الزيادة السكانية، يؤدي إلى خلق تحديات وعراقيل تواجه عملية التنمية الاقتصادية ونقص الاستثمارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. الاستثمار البشري هو يعني استثمار جريء جدا، والدولة المصرية بتولي اهتمام بهذا الاستثمار، ولكن مع انفجار المشكلة السكانية أعتقد ستؤثر على الاستثمار في جميع القطاعات بشكل كامل، الحياة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية. فأعتقد لابد أن يكون هناك الاتجاه إلى التخفيض السريع لمعدلات الإنجاب حتى لا تلتهم عملية النمو الاقتصادي. نعم، بشكرك شكرا جزيلا لهذه المتابعة دكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية التمويل لمساعدة إفريقيا والدول النامية على تنفيذ خططها في مواجهة التغير المناخي، مشيرا إلى رؤية مصر حول موضوعات تمويل المناخ. جاء ذلك في سياق كلمة مدبولي خلال الجلسة العامة لأجندة المناخ الدولية لقمة إفريقيا المناخ التي يشارك فيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستضيفها العاصمة الكينية نيروبي على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري. النفاذ للتمويل يظل هو عنق الزجاجة الذي يواجه أفريقيا والدول النامية من أجل تحويل خططها وأحلامها إلى واقع معاش يسهم في معالجة الأزمة المناخية. جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مشاركته نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قمة إفريقيا للمناخ بكينيا. يظل النفاذ للتمويل هو عنق الزجاجة الذي يواجه أفريقيا والدول النامية من أجل تحويل خططها وأحلامها إلى واقع معاش
يسهم في معالجة الأزمة المناخية وفي نفس الوقت لا يمس بمسيرتها التنموية أو يثقل من ديونها. ويمثل اجتماعنا هذا فرصة ممتازة لتناول موضوعات تمويل المناخ وتتمحور رؤية مصر في هذا الصدد حول العناصر التالية: أولا، ضرورة إعادة النظر في أدوات التمويل المتاحة حاليا والتحول إلى التمويل الميسر والمنح لتسريع وتيرة التحول المطلوب. ثانيا، أهمية مراجعة معايير تدفق الاستثمارات لضمان حصول القارة الأفريقية على نصيبها العادل من التمويل. ثالثا، التأكيد على أن تمويل المناخ وهو تمويل جديد وإضافي وليس سحبا من مخصصات الدعم التمويلي التنموي الدعم التنموي. رابعا، ضرورة العمل على تفعيل آلية واحدة وفعالة ومناسبة لإعادة استخدام الديون الحالية من خلال آلية فعالة لتحويل الديون إلى تمويل المناخ. وفي هذا السياق نتطلع لأن يمثل مؤتمر دبي المقبل اختراقا في تنفيذ تعهد الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ الذي. وأوضح مدبولي أن القمة تأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم زيادة في وتيرة السلبيات المقترنة بالتغيرات المناخية. تأتي قمتنا اليوم في الوقت الذي يشهد فيه عالمنا وبصفة خاصة قارتنا الأفريقية زيادة في وتيرة وحدة التبعات السلبية المقترنة بالتغيرات المناخية، من موجات جفاف بالقرن الأفريقي ومنطقة الساحل إلى حرائق غابات بالمغرب العربي، ومن أعاصير قاتلة بالجنوب الأفريقي إلى زيادة في درجات حرارة المحيطات وارتفاع سطح البحر بشواطئ مصر والدول الأفريقية المتوسطية، وكلها تؤثر بصورة مباشرة في استدامة المعيشة وتمثل ضغوطا جديدة ومتزايدة على مجتمعاتنا وعلى بلداننا الأفريقية. كما أكد مدبولي أن مصر حريصة على التعامل مع مطالب الدول النامية لمواجهة آثار تغير المناخ. حرصت مصر كرئيس للمؤتمر على أن تكون شرم الشيخ محطة هامة لتسليط الضوء على خصوصية الاحتياجات والظروف الأفريقية في سياق الاستجابة للخطر الوجودي لتغير المناخ. وفي ذات السياق يأتي مؤتمرنا اليوم ليؤكد التزام قارتنا الأفريقية بتحقيق التحول العادل للاقتصاد الأخضر، ويدعم المطالب المشروعة بالحصول على نصيب عادل من الدعم المالي والتقني ومن تدفقات الاستثمارات الدولية بما يسمح بالاستفادة من الإمكانيات الهائلة والموارد المتميزة في قارتنا، ليس فقط لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات ولكن أيضا لمشروعات التكيف وبناء القدرة على الصمود. وفي ختام كلمته أكد رئيس الوزراء أن طبيعة قضية تغير المناخ والتعامل معها لابد أن يكون من منظور تعاوني قائم على تعزيز النظام متعدد الأطراف. أحمد أبو الحسن، النيل. وعلى هامش مشاركتين نيابه عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمه افريقيا للمناخ في نيروبي، التقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحده للمستوطنات البشريه ميمونه محمد. واطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على اخر المستجدات الخاصه بالتنسيق بين الوزارات المعنيه في مصر بشان كافه الامور التنظيميه لاستضافه مصر للمنتدى الحضري العالمي. ومن ناحية أخرى، استقبل وزير الخارجية سامح شكري المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا فيليب لوزاريني. وقد أكد الجانبان خلال اللقاء أن دعم التزامات الأونروا بتقديم الخدمات الحيوية للاجئين ضرورة لا غنى عنها لتخفيف معاناتهم بشكل يومي وحماية حقوقهم. أكد وزير الخارجية سامح شكري اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان. جاء ذلك خلال استقبال شكري نظيره الياباني هياشي ويكيشيما بمقر وزارة الخارجية. ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة الوزير الياباني للمشاركة في الحوار العربي الياباني والمنعقد حاليا بالجامعة العربية. تعقد اليوم في جامعة الدول العربية أعمال الحوار السياسي العربي الياباني الثالث، وبهدف الحوار يعقد على المستوى الوزاري إلى تعميق الشراكة بين الدول العربية واليابان، حيث تأسس الحوار السياسي العربي الياباني عام 2013 استنادا لمذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الخارجية ووزير خارجية اليابان وأمين عام جامعة الدول العربية من أجل التوصل إلى مخرجات إيجابية تلبي طموحات الجانبين.
أكد مقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني دكتور محمد سليمان أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة التضخم لكنها لم تؤتي ثمارها بعد، مضيفا أن التضخم يعرقل جهود التنمية. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن جلسات الحوار الوطني في الأسبوع السادس للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني. كما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة على مدار جلسة واحدة بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي. كما تناقش لجنة الصناعة على مدار جلسة واحدة أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة. وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الوطني، نظمت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان الخيرية بالتعاون مع مؤسسة أبو هشيم الخير احتفالية بمحافظة بني سويف لتسليم 200 مشروع تمكين اقتصادي وتوزيع 1000 كرتونة مواد غذائية وطنين من اللحوم على الفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن مبادرة 600,000 باب رزق. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة. طيب نتحول الآن إلى الخارجية المصرية لمتابعة وزير الخارجية المصري مع اليابان. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد وزير خارجية اليابان يوشيساما هاياشي، سيدات والسادة، اسمحوا لي أن أعرب عن الترحيب بوزير خارجية دولة اليابان في أول زيارة يقوم بها إلى مصر منذ توليه مهام منصبه، وكذلك الوفد المرافق لسيادتي. استشهد تلك الزيارة الكريمة على اهتمام البلدين بالبناء على علاقات الصداقة التاريخية بينهما، وتأتي للبناء على الزخم المتولد عن زيارة رئيس الوزراء كاشيديا إلى مصر في إبريل الماضي، والتي شهدت الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. قد تبادلنا أنا وزميلي العزيز وزير خارجية اليابان الإعراب عن التطلع لأن تشهد الجولة المقبلة للحوار الاستراتيجي بين البلدين والمقرر انعقادها مطلع ديسمبر المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو، بحثا معمقا لكيفية ترجمة ذلك الإلهام الذي يمثل علامة فارقة على طريق العلاقات المصرية اليابانية إلى خطوات ملموسة بما يعظم النفع المشترك لشعبي البلدين. وأود أن أؤكد على أن ما نحمله في مصر من مشاعر تقدير بالغ للإسهام الياباني في دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية في مصر، والتي أذكر منها المتحف المصري الكبير، إذ نتطلع إلى أن يكون حضور اليابان في حفل افتتاحي بارزا بما يعكس حجم التعاون بين البلدين حتى خروج ذلك المشروع الهام إلى النور. سيدات والسادة، لقد استعرضت مع السيد هاياشي تطورات العلاقات بين البلدين، ولعل من أهم تلك التطورات هو استئناف تشغيل الرحلات المباشرة لشركة مصر للطيران بين عاصمتي البلدين في 14 سبتمبر الجاري، وهو الأمر الذي نتطلع إلى أن ينعكس بشكل ملحوظ على حركة السياحة اليابانية إلى مصر. وعربت كذلك خلال نقاشي اليوم مع السيد وزير الخارجية اليابان عن سعادتنا لاستئناف تدفق الاستثمارات اليابانية إلى مصر، وتطلعنا لتشجيع شركات القطاع الخاص الياباني لضخ المزيد من الاستثمارات في المجالات الواعدة المتاحة. سيدات والسادة، لقد تبادلت
مع السيد وزير خارجية اليابان الرؤى حول العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. قد كانت النقاشات إيجابية وبناءة، حيث استعرضنا ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات، ولا سيما التبعات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على الدول النامية. تبحثنا كذلك بشأن العديد من القضايا الإقليمية، لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا واليمن، كما أطلعت وزير الخارجية على اتصالات والجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مصر اتصالا بالشأن السوداني، وفي مقدمتها قمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر في 13 يوليو من هذا العام. وبشكل عام فقد برهنت المباحثات على تقارب الرؤى البلدين اتجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية، حيث اتفقنا على مواصلة التشاور والتنسيق، كما ثمن كل من الجانبين التأييد المتبادل الذي يوفره للآخر في المحافل الدولية المختلفة وإزاء الترشيحات الدولية، واستمرار العمل على بلورة مزيد من مجالات التعاون سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية. يسعدني في الختام أن أؤكد مجددا للسيد هاياتشي حرص مصر على تعزيز وتعميق التعاون مع اليابان بما يعكس تميز العلاقات السياسية بين البلدين، وثقتي في توفر ذلك الحرص وبذات القدر لدي دولة اليابان الصديقة، إذ أجدد الترحيب بضيفنا العزيز والوفد المرافق لمعاليه، متمنيا لهم إقامة سعيدة في مصر. شكرا جزيلا. Ah, sorry. So, first of all, thank you very much, Mr. Shkuli. And I am very pleased to visit Egypt, which is a major power in the region for the first time in my capacity as Minister for Foreign Affairs. And I had a deep and very fruitful dialogue with Minister Shkuli. And Egypt plays an important role for peace and stability in the Middle East and Africa, and is an extremely important partner for Japan. When Prime Minister Kishida visited Egypt in April, bilateral relations were elevated to a strategic partnership, as mentioned by Minister Shkuli. At today's meeting, we had a candid discussion on a variety of topics, ranging في إبريل من العام الجاري. قمنا بتبادل الآراء بشكل صريح، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية المنعقد منذ قليل، وتناقشنا حول مجموعة واسعة من الموضوعات مثل العلاقات الثنائية بين البلدين، وأيضا السياسة والاقتصاد والتعاون الاقتصادي، فضلا عن الأوضاع الدولية والعلاقات الإقليمية والدولية أيضا. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، فقد تباحثنا حول العديد من الموضوعات، بما في ذلك المتحف المصري الكبير الذي يعد رمزا للتعاون الثقافي بين مصر واليابان، وأيضا تباحثنا حول دعم حركة السفن من أجل الملاحة الآمنة في قناة السويس. إننا نرحب أيضا بتنشيط العلاقات الاقتصادية مع مصر، بما في ذلك زيادة حجم التجارة والاستثمار المباشر مع مصر، وأيضا استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مطاري ناريتا والقاهرة، وذلك بواسطة شركة مصر للطيران المزمع استئنافها هذا الشهر. كما أننا سنواصل دعم توسع الشركات اليابانية في السوق المصري. إن الحرب الروسية الأوكرانية والقرار الذي اتخذته روسيا بإنهاء مشاركته في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب له عواقب خطيرة على المجتمع الدولي بأسره، وستستمر اليابان في التواصل الوثيق مع مصر من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي. وفيما يتعلق بالوضع في السودان، فإن اليابان إلى جانب الدول المعنية بما في ذلك مصر بالطبع، سوف تحث أطراف النزاع على الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى حكومة مدنية. كما تشعر اليابان أيضا بالقلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان، لذلك قدمت حكومة
لهم والدول المجاورة لها. كما يقلقنا التوترات بين فلسطين وإسرائيل، ونود أن نشكر جهود مصر بما في ذلك استضافة المؤتمر للمصالحة. قدمت الحكومة اليابانية مليون دولار أمريكي على شكل منح طارئة من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وما يقرب من 1.4 مليون دولار أمريكي على هيئة مساعدات غذائية لفلسطين، وذلك من خلال برنامج الأغذية العالمية. علاوة على ذلك ومن أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، تركز اليابان بشكل كبير على دور القوات والمراقبين متعددي الجنسيات. فبالإضافة إلى تقديم الدعم المالي، أوفدت اليابان 4 ضباط من قوات الدفاع الذاتي. وفيما يتعلق بإطلاق المياه المعالجة من مفاعل فوكوشيما إلى المحيط، أوضحت لمعالي سيادة الوزير سامح شكري أن إطلاق المياه المعالجة يتم وفقا للمعايير والممارسات الدولية مع اتخاذ كافة احتياطات السلامة الممكنة. كما أشرت إلى التقرير الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد أعرب السيد الوزير سامح شكري عن تفهمهم. في القريب العاجل يعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي الأول بين اليابان ومصر والأردن، وإنني أرحب بهذا التعاون بين الدول الثلاث في هذا الإطار. وبالإضافة إلى ذلك، يعقد هذا المساء الحوار السياسي الياباني العربي الثالث في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتفقنا أنا ومعالي وزير الخارجية السيد سامح شكري على العمل معا كرئيسين مشتركين من أجل إنجاح هذا الحوار السياسي. سأواصل العمل بشكل وثيق مع سيادة الوزير لتعميق العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر والعلاقات اليابانية العربية على حد سواء. شكرا لكم جميعا. تابعنا مع حضراتكم وقائع المؤتمر الصحفي للسيد سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الياباني، وبالطبع اشتملت عدد من الملفات المهمة والقضايا الإقليمية وعدد من المحاور الرئيسية التي تخص الشرق الأوسط، وكذلك مستقبل العلاقات المصرية اليابانية، وكذلك أيضا هناك لقاء عربي ياباني في ظل طبعا الحديث عن اتفاقات مشتركة ما بين الجانب العربي والجانب الياباني، وكذلك تم التطرق للمشكلات الخاصة بالشرق الأوسط وكيف سيكون لليابان دور بارز خلال الفترة القادمة في محاولة إيجاد حلول حقيقية لبعض المشكلات، وتطابق وجهات النظر ما بين الجانب المصري والجانب الياباني حيال بعض القضايا والملفات الإقليمية، وبطبع القضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط وفي إفريقيا في هذا التحديد في هذه الفترة تحديدا، النيجر والجابون وغيرها من المشكلات الحقيقية التي تحدث بينهم السيد سامح شكري ونظيره الياباني خلال جلسة مطولة. وينضم لنا هاتفيا الأستاذ أحمد سليمان، أستاذ الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق. دكتور أحمد، برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. الحقيقة طبعا زيارة مهمة جدا للسيد وزير الخارجية الياباني، تناولت مجمل تقريبا العلاقات المصرية اليابانية وكذلك مستقبل العلاقات بينهم. كيف تابعت هذه الزيارة أستاذ أحمد؟ يعني لا شك أنه من منذ أيام قبل أن يغادر السيد وزير الخارجية الياباني طوكيو، أكد على أهمية هذه الجولة التي تشمل الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية قبل أن يتوجه إلى بولندا. مصر على وجه الخصوص أكد على أنها دولة محورية في المنطقة وفي العالم، وبالتالي من الأهمية أن يعمل على تعزيز العلاقات مع مصر، وأيضا دفع عجلة تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي كان قد وقعها ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل شهور في القاهرة. وبالتالي لابد أن تشمل هذه الشراكة الاستراتيجية ليس فقط كلاما، ولكن شراكة في اتجاهين في كافة المجالات، اقتصاديا وسياسيا واستثماريا وما إلى ذلك.
أيضا بيؤكد على أهمية التعاون في المستقبل القريب في مشروعات أخرى مثل المشروعات التي تنفذها اليابان كدولة أو المشروعات التي تنفذها الشركات اليابانية على أرض مصر. نعم. طيب كان في مؤتمر صحفي منذ قليل استاذ احمد وتحدث الحقيقه عن مجمل العلاقات والقضايا العالقه بالمنطقه في هذه الفتره تحديدا، وربما اتضح ان هناك ربما تطابق في وجهات النظر حيال بعض القضايا الاقليميه. كيف ترى ايضا العلاقات المصريه اليابانيه بشكل عام وهي تمر بافضل حالاتها في هذه الفتره تحديدا استاذ احمد؟ نعم، لعل ما يأكد عليه وزير الخارجيه هو التعاون والتنسيق الثنائي بين مصر واليابان وأيضا الثلاثي بين مصر والأردن واليابان في المرحلة القادمة. التعاون الثنائي بين مصر واليابان قديم، ولكن ربما يكون الجديد فيه أيضا هو العودة إلى استئناف العلاقات الثلاثية أو التعاون الثلاثي المصري الياباني الأفريقي لمساعدة القارة الإفريقية من خلال التمويلات اليابانية والخبرة المصرية بعدد من القطاعات، لا شك القطاع الطبي، ومعروف أن مصر نفذت العديد من المشروعات لمساعدة الأشقاء الأفارقة في دول عدة من خلال إيثاد قوافل طبية وقوافل تعليمية. هذا إلى جانب أيضا المشروعات الأخرى مثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، وهذا يعني مشروع أو جامعة الأولى من نوعها في العالم أو في المنطقة، ومصر رحبت بأيضا الأصدقاء الأفارقة من دول أفريقية للدراسة فيها، وفي هذا تعزيز أيضا للتعاون الثلاثي المصري الياباني الإفريقي. أيضا وزير الخارجية استوقفني ما أشار إليه من تقديم مساعدات للجانب الفلسطيني وعزم اليابان على لعب دور سياسي مهم في المرحلة القادمة ونشطة من أجل يعني إزالة التوتر من الأراضي الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين، وهذا مبدأ تؤكده اليابان، وأيضا من خلال الدعم الاقتصادي من خلال ما يسمى بممر السلام والرخاء الذي كان قد بدأه رئيس الوزراء الراحل شينزو أبي، واستمر في تنفيذه رؤساء الوزراء القادمين التاليين بعده، وهو يريد أيضا إحياء هذا الممر من أجل تعزيز السلام والاستقرار في الأراضي الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد سليمان أستاذ الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المتابعة الوافية. وتنضم إلينا الزميلة أمل صبري من مقر وزارة الخارجية متابعة الأحداث عن قرب. أمل، بعد التحية برحب بك، كيف تابعت وقائع المؤتمر الصحفي ما بين السيد شكري ونظيره الياباني؟ التحية لك عمرو ولكل مشاهدينا الكرام. انتهى للتو المؤتمر الصحفي الذي جمع بين وزير الخارجية السيد سامح شكري ونظيره الياباني، والذي يزور القاهرة في إطار جولة عربية يقوم بها الوزير الياباني تشمل كل من الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية. وزير الخارجية الياباني وصل إلى القاهرة صباح اليوم للمشاركة في أعمال الحوار العربي الياباني، والذي ستنطلق فعاليته بمقر جامعة الدول العربية. لقاء معالي الوزير شكري بنظيره الياباني بدأ بجلسة مباحثات مطولة جمعت بين وزيري الخارجية، ثم أعقبها جلسة موسعة انضم إليها وفدي البلدين. تم الاتفاق خلال هذه الجلسة، وهو ما أعلنه الوزيران خلال المؤتمر الصحفي، على عدد من الأمور كان في مقدمتها استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وطوكيو في 14 من سبتمبر الجاري، أيضا زيادة حجم الاستثمارات اليابانية لدى مصر. وزير الخارجية اليابانية أكد على أهمية الدور المصري المحوري في كافة القضايا سواء الإقليمية أو الدولية ذات الاهتمام المشترك، وأن اليابان تهتم وتحرص على دعم وتطوير العلاقات المصرية اليابانية، وهو هدف مشترك بين البلدين. أيضا كان هناك تركيز بشكل كبير على المتحف المصري الكبير، والذي يعد رمزا للتعاون الثقافي بين مصر واليابان، خاصة أنه في مراحله النهائية. بالنسبة لقناة السويس، اليابان تقوم بعمل مشروع جديد للدفع ورفع قدرات وبناء قدرات العاملين في منطقة قناة السويس، وهو أيضا كان إحدى الموضوعات التي تم تناولها خلال جلسة المباحثات. بالنسبة للموضوعات الإقليمية والدولية تم التطرق إليها أيضا، وشهدت تطابق في وجهات النظر بين الجانبين. الوزير الياباني أثنى على الدور المصري
ودور جمهورية مصر العربية الذي تقوم به لحل المشكلة الفلسطينية على مدار عقود، وخاصة في الأونة الأخيرة، والجهود التي تقوم بها من أجل الوصول إلى مصالحة بين كافة الأطراف. أيضا أثنى على دور مصر في وجهودها في حل المشكلة السودانية، وأعرب عن استيائه الشديد بسبب الأوضاع الإنسانية التي يتعرض لها السودانيين بسبب الأحداث التي تشهدها الأراضي السودانية. يعني بشكل عام هناك اهتمام وحرص بين الجانبين المصري والياباني على دعم وتطوير العلاقات الثنائية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا الزميلة أمل صبري من مقر وزارة الخارجية، شكرا جزيلا لك يا أمل على هذه المتابعة. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الاختبارات الخاصة بالقبول بالأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. يرافق الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بمقر الكلية الحربية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول. واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض مفصل تضمن الموقف الحالي لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة. كما تفقد دورة العمل داخل مكتب التنسيق ولجان الكومسيون الطبي أعقبه المرور على اختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر بناء على المعايير القياسية المقررة للالتحاق. وناقش عددا من الطلبة المتقدمين في أساليب الاختبارات التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل، مثنيا على ما تحصل عليه المتقدمون من نتائج إيجابية في ضوء المنافسة القوية التي تمكنهم من نيل شرف الانضمام للقوات المسلحة. كما أشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن نتيجة القبول النهائية يكون معيارها الأول والأخير هو إمكانيات الطالب وقدرته على اجتياز الاختبارات بأعلى الدرجات المقررة لكل اختبار، وأنه لا مجال لأي عوامل أخرى في الاختبارات، موصيا بعدم الالتفات إلى شائعات الوساطة والمحسوبية. ثق تماما أن ما فيش حد هيظلمك وما فيش حد هيجاملك، لا نسمح لا بالظلم أن حد ياخد حقك ولا نسمح بالمجاملة، عشان المجاملة هتبقى على حساب زميلك، ما بتسمحش لك كده ولا بكده، يعني انك لا تظلم ولا تجامل. طب المجاملة حاجة، الاسم كويس والشيء كويس، مجاملة ايوه، بس المجاملة دي لما تكون على حساب حد تاني ما تبقاش اسمها مجاملة، تاخد شكل تاني من الالفاظ والعبارات لا يستقيم عندنا داخل المؤسسة العسكرية. انت هتاخد حقك في كل التمارين اللي هتلعبها، اللي انت هتبذله هيحتسب لك، لن تظلم ولن تجامل. شدوا حيلكم، بالتوفيق ان شاء الله، نتمنى لكم جميعا التوفيق. وفي ختام الجولة التفقدية وجه القائد العام للقوات المسلحة الشكر للقائمين والمشرفين على اختبارات القبول ومكتب التنسيق لاتباعهم كافة الإجراءات والأساليب العلمية المتطورة التي تمكن من تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة للانتقاء الدقيق لأفضل العناصر المتقدمة. نظمت قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب احتفالية لتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة. لما كنا بنتكلم على سيناء وتصدينا للإرهاب اللي موجود، مش منعنا ومش هيمنعنا ان احنا نعمل تنمية حقيقية في سيناء. قد يكون جهدنا فيها زيادة شوية عن بقية المناطق، ولكن عشان اهميتها الاستراتيجية. انا بس حبينا ان احنا نبقى منتبهين قوي لده، ويبقى الكلام ده حاضر عندنا كلنا كمصريين، ان احنا بلدنا وبنخلي بالنا منها وهنحافظ عليها
ومحدش هيقدر ياخدها مننا. في إطار حرص القوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية والتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتنمية وإعمار شبه جزيرة سيناء للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها هذه الرقعة الغالية من أرض الوطن، نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب احتفالية لتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم 171 لسنة 2022. بدأت الاحتفالية بكلمة اللواء أركان حرب عاصم جمعة عاشور قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء سيناء بعد اقتلاع جذور الإرهاب وبداية عهد التنمية الشاملة بكافة مناحي الحياة وفق رؤية طموحة تسعى نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة لكافة المواطنين. أعقبها عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية تناول استعراض جهود القوات المسلحة ومشاركتها في عملية التنمية بشبه جزيرة سيناء، فيما ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة استعرض خلالها التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بوجه عام وشبه جزيرة سيناء بوجه خاص، مما يحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المحاصيل الزراعية وتوفير الفائض للتصدير. كما ألقى اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة السياسية لدعم كافة مقاومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى تقديره لتضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة لإحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع بشتى مناحي الحياة. كما وجه التحية لأبناء سيناء وكافة محافظات القناة لدورهم الوطني تجاه وطنهم الحبيب، معربا عن سعادته بتلك اللحظة التي تستكمل بها الرؤية لحصد ثمار الأمن والخير والرخاء. أعقبها مراسم تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وتقديم عروض للفنون الشعبية وفريق القرال احتفالا بتلك المناسبة. طبعا بنشكر القيادة السياسية والرئيس المسلف الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي النهضة في مصر، وانا بقول مش راعي النهضة بس ده راعي الامن والامان في مصر الحبيب، ان النهارده بيدينا عقود مؤمنة لينا ولعيالنا وللمستقبل الباهر ان شاء الله لبلدنا الحبيب مصر. بشكر كل القيادة السياسية وبشكر كل الناس اللي ساعدونا وبشكر الجيش اللي جابنا هنا وسلمنا العهد ده، يعني بناء على ان دي ثمرة كبيرة جناها وهي خدناها النهاردة. احنا كل الشكر والتقدير باسم اهالي شمال سيناء، بنشكر السيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية على المجهودات والتنمية اللي حصلت في شمال سيناء، ودي يمكن هتنفع اولادنا واولاد اولادنا، واحنا من كل قلوبنا بندعي للسيد رئيس الجمهورية ان ربنا يوفقه. يا شعب مصر في عقود وحفظ ملكية، ما حدش هيقول لك لا دي مش أرضك، لا أنت اطلع منها، دي أنسى، احنا الناس كلنا واحد، واحنا دي أرض اسمها أرض دم الشهداء، أرض دم الشهداء من أيام الفراعنة بوابة مصر الشرقية، ونقول في عقود وفي حفظ ملكية لأهالي مصر كلهم. ودي بداية التنمية، طالما في أرض وانت ملكتني واسمها الأمان، ما أمان دي الأمان، فوجد الأمن وللتنمية. النهاردة بنقول شكرا يا رئيس، لأن احنا صبرنا حرب على الإرهاب وبعدين معاناة مع الإرهاب وسنين عجاف، صبرنا كل ده لأن احنا هويتنا مصرية وانتمائنا مصري، احنا نباتات طبيعية نبتت في أرض شمال سيناء. شكرا يا ريس لان صبرنا ما راحش سدى، شكرا يا ريس عشان لو العالم كله النهارده هيقيس الفرحه اللي في قلبي
مش هيبقى العالم كله بكل الفرح اللي فيه يساوي الفرح اللي في قلبي النهاردة. أنا فخورة إن رئيسي عبد الفتاح السيسي. نتابع الآن مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة كلمة للسيد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على هامش مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية في قمة المناخ التي تنعقد في الخامس والسادس في العاصمة الكينية نيروبي، وبالطبع كانت هناك مشاركة مميزة لمصر باعتبارها هي الرئيس التنفيذي لكوب 27، ومصر بالطبع هي التي قامت بجهود كبيرة جدا في قمة المناخ السابقة في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي. ومشاركة مصر يشارك الرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة الإفريقية الخاصة بالمناخ في نسختها الأولى، وبالطبع هذه القمة من القمم المهمة جدا التي تناقش القضايا الخاصة بأفريقيا خلال هذه الفترة تحديدا. طبعا تابعنا الجانب الخاص بكلمة السيد رئيس الوزراء في القمة أو قمة المناخ الأولى الإفريقية، والآن نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء في نشرتنا من أخبار. انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والرئيس السيسي يؤكد أن زيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجه الدولة حاليا. نيابة عن الرئيس مدبولي يطرح رؤية مصر حول التغير المناخي بالقارة خلال قمة نيروبي. قبيل انطلاق أعمال الحوار السياسي العربي الياباني الثالث، وزير الخارجية يلتقي نظيره الياباني ويؤكد اعتزاز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ختاما نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.